مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، مرحبا أهلا وسهلا بكم جميعا معنا دائما على أمواج الإذاعة الجزائرية من عين تيموشنت. ونحن طبعا نحيي ذكرى غالية على قلوبنا جميعا، وهي صفحة إن صح التعبير كصفحات الجزائر العطرة في تاريخنا العظيم الذي فيه من القصص الكثير. ونحن نستذكر اليوم ذكرى مجازر 8 ماي 1945. ما عسانا نقول من هذا المنبر إلا أننا نقف وقفة يعني إجلال وإكبار لكل من ساهموا يعني من أجل أن تحيا الجزائر حرة ومستقلة، وتأتي هذه التواريخ لتذكرنا من جديد كم أن الجزائر غالية وكم أن تاريخنا الجزائري عظيم، وتاريخ يعني تكلم عنه الكثير الكثير، تكلموا على تاريخنا وتاريخ ثورتنا التحريرية المظفرة المجيدة. إذن كالعادة إذاعة عين تيموشنت ترافقكم ونحن نحيي هذه المناسبات التاريخية، نرافقكم بباقة من البرامج التاريخية الخاصة. اليوم سعيدة أنا جدا في هذا اللقاء باستضافة يعني ضيفين عزيزين طبعا غني عن التعريف، الحاج بن شراب المختار وهو رئيس جمعية معطوبي حرب التحرير، دائما حاضر معنا في كل المناسبات التاريخية إلا ويحضر للإذاعة وطبعا يقول كلمته في تاريخ 8 ماي 1945. ونسعد كذلك بحضور ضيفنا الكريم المجاهد السي الجلالي الرزيني اللي نتمنوا له الصحة والعافية ورب إن شاء الله يطول في عمره. إذن من أجل أن نتحدث عن تاريخ 8 ماي 1945 ونفيد المستمعين اللي راهم رايحين يتابعوا معنا الحصة إن شاء الله. إذن بداية هذا اللقاء مع الحاج بن شراب نبدأ بك، وش تقول لنا بمناسبة حلول ذكرى مجازر 8 ماي 1945؟ الله